وسهلا فيك ابو عبد الله، بداية عبر صدى الملاعب. الله يحييك واتشرف بالظهور هذا معكم في صدى الملاعب. عبد الله، فيه كثير من الامور ودنا نتحدث معكم فيها، لعل من ابرزها الاستثمار الرياضي. وعندي سؤال يعني بشكل مباشر، نادي النصر نادي كبير ويمتلك قاعده جماهيريه كبيره جدا، ما عنده ولا راعي، ايش الاسباب؟ طبعا يعني من فتره تكليفنا او تزكيتنا لرئاسه مجلس الاداره يعني مضى عده اشهر، عملنا مع الاخوان في لجنه التسويق على التواصل مع بعض الرعاه، وباذن الله خلال الفتره القريبه القادمه راح يكون في رعاه يليقون بنادي النصر وبالقيمه السوقيه للنادي باذن الله. جميل. في شركات اتفقتوا معها ابو عبد الله؟ في شركات اتفقنا وبشركات في طور المفاوضات معها، وباذن الله نخلص معهم قريب. كم شركه ابو عبد الله؟ ان شاء الله يعني تشوفون الجيرسي كله مليان رعايات في المواقع حسب لائحه التسويق في الرابطه، باذن الله كل المساحات تكون يعني شاغله او خلينا نقول فيها الرعاه. ابو عبد الله، عندكم فريق قوي جدا على المستوى الفني، داعم قوي جدا الامير خالد بن فهد، ما في احد يقدر يجحد هالموضوع، لكن الفريق في المباراه الثانيه تعثر وفيه مشاكل وكذلك مطالبات من الجماهير حول الجوانب الفنيه، ليش قاعد يصير في النصر كذا ابو عبد الله على الرغم من قوه الفريق؟ طبعا بالتاكيد انه يعني مطلوب من نادي النصر يفوز في جميع المباريات، المباريات كلها صعبه، الفرق كلها صعبه. جميل. لا نستبعد اي نتيجه لاي فريق يعني في الدوري السعودي، الدوري قوي جدا، ما في فريق سهل. ولعبنا ثلاث مباريات، فزنا في مباراتين وانهزمنا في مباراه، ما اقول انها الطموح، لكن ترى على الدوري السعودي بنشوف يعني منافسه قويه الى اخر جوله واخر دقيقه، ما تصورنا يعني البطل انه راح يحسم الدوري قبل اخر جوله، ما اتصور الهبوط راح يحسم قبل اخر جوله. فلا نستهين بالفرق ولا نستهين بالمنافسين، دورينا قوي وفرقنا قويه. فقدان اي نقطه راح يكلفكم الكثير ابو عبد الله. بالتاكيد بالتاكيد، لكن عشان كذا كل مباراه يعني بالنسبه لنا مهمه وممكن نعتبرها خروج مغلوب، كل مباراه نلعبها. كثير من الجماهير ومن اعضاء كذلك حتى الذهبيين طالبوا ببعاد المدرب. عطنا قصه المدرب، ايش قاعد يصير ابو عبد الله؟ والله دائما اي نادي كبير عنده مدرب او خلينا نقول لو تعثر الفريق انهزم تعادل اكيد بيكون في مطالبات، وهذه مطالبات طبيعيه. الموضوع يخضع للتقييم صناع القرار في النادي وهم الاقرب، لكن بالتاكيد ان هالمطالبات انها يعني طبيعيه نحترمها، لكن في الاخير اللي بيتخذ هو القرار الصحيح المبني على يعني الدراسة أو مبني على أرض الواقع. مدربنا نمنحه كل الثقة، لاعبيننا نمنحهم كل الثقة، كل من يعمل في النادي أكيد نعطيه الثقة، والأسئلة هذه ما راح تنتهي يعني، والإثارة هذه ما راح تنتهي. هذا قدر نادي النصر، نادي كبير لابد أن يكون في جدل ولابد أن يكون في إثارة على أي أمر يصير فيه. حمد الله دائما وأبدا، دائما وأبدا يسجل المغربي، يضعها المغربي. قضية حمد الله اللي حدثت الأيام الماضية، الكلام اللي طلع كثير، ابتعاد اللاعب عن مباراة الفيصلي، هذا القصة أفضل بصراحة. والله العظيم في أمور تكبر تعطى أكبر من حجمها ولا الأساس، يعني في أندية أخرى يصير فيها مشاكل أكبر ولا حد يدري عنها ولا حد يتكلم عنها للأسف، وهذا عتب أيضا على جمهور النصر. التفاعل مثل هذه الأمور يضر ما ينفع، في يعني في كل فريق في مشاكل أو خلنا نقول في خلافات ولا تطلع نهائيا ولا تثار، لكن احنا لما نتفاعل مع موضوع اصلا من الاساس ما هو موجود احنا نكبر. يعني ما في خلاف مع حمد الله ابدا، ما في اي خلاف ولا خلاف مع المدرب ابدا، ولا ما في خلاف مع حمد الله ولا شيء. حمد الله الامس او قبل امس المدرب يقول لي حمد الله من اكثر اللاعبين احترافيه داخل في التمرين. جميل. في الملعب. كثير من جماهير نادي النصر تبي تسمع منك يعني رساله، ايش حاب توجه لجمهور نادي النصر؟ اولا لهم كل التقدير والاحترام، و الفريق يحتاج الدعم، جميع من هو موجود الفريق سواء لاعبين او مدرب او اداره يحتاجون للدعم، يحتاجون الى عدم التفاعل مع ما يثار من شائعات، من محاولات اثاره، من بحث عن التفاعل. انا اتمنى ان نكون اكثر وعي وناخذ الاخبار من مصادرها.